عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني سلسلة من الاجتماعات على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 المقام بمطار العلمين الدولي. والتقى وزير الطيران المدني نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا كامل العوضي، حيث تم التأكيد على دعم التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الإياتا في مختلف المجالات المتعلقة بأنشطة الطيران المدني، ومنها مجالات السلامة الجوية والأمن والاستدامة وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع النقل الجوي. كما بحث وزير الطيران المدني مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص العالمية سبل تعزيز أوجه التعاون ودعم الشركات في مجال النقل الجوي. وأكد وزير الطيران المدني على أهمية تعميق أطر الشراكة مع شركة إيرباص بما يساهم في تنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم الأسطول الجوي المصري. وفي اجتماع آخر استعرض الحفني مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني، هذا إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والمتعلقة بالنقل الجوي. كما التقى وزير الطيران المدني مع مسؤول مجموعة تيلز جروب الفرنسية إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي والاتصال والأمن السيبراني وأنظمة الملاحة الجوية وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى. بحث الجانبان آليات التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني وكيفية الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة تالس في مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات وتحديث الأنظمة التقنية المستخدمة في مجال الملاحة الجوية ونظم الاتصالات. في سياق متصل استقبل وزير الطيران المدني وفدا من إدارة أمن النقل الأمريكية TSA، وخلال اللقاء استعرض الحفني الإجراءات الأمنية الشاملة المطبقة في المطارات المصرية، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتطوير وتعزيز منظومة الأمن بالمطارات وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال وتأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات ووفقا للمعايير الدولية.